صباح الخير، ازيكم؟ النهاردة الصبح اضطريت انزل اشتري شوية حاجات كنت محتاجاها للبيت في الجو الحر الفظيع ده والرطوبة الغير طبيعية والتراب الفظيع ده. وانا ماشية رايحة السوبر ماركت اللي في اخر الشارع، ببص كده بعيني لقيت في بلكونة قلتين جنب بعض مشبرين، وحاجة تحفة خلي الواحد فعلا نفسه يشرب مية من القلة، قلة حبنا على رأي سمير غانم. فكرت شوية كده وقلت ياه، في ناس لسه بتستخدم القلة، طب احنا ليه بطلنا نستخدم الفخار؟ ليه بطلنا نشرب في القلل؟ ليه بطلنا نستخدم طواجن الفخار؟ رجعت جري وقعدت أدور على النت عشان أعرف فوائد الفخار. لقيتهم بيقولوا إن الفخار بيخلي المية مية حية. حية؟ آه حية، عشان في مية ميتة. المية الحية يعني بتخليله طاقته وحيويته. الفخار بيحافظ على طاقة وحيوية المية، مش الضغط اللي بتتعرض له المية في الأنابيب اللي بتجيلنا لبيوتنا. الفخار عنده قدرة انه يقتل الأجسام الدقيقة الضارة اللي في المية، يعني الفخار بينقي المية من الشوائب البيولوجية. ولما بنحط المية في الفخار بتبقى قلوية، وده شيء ممتاز جدا عشان يمنع السرطانات، لأن السرطانات بتنقسم في الوسط القلوي. ده بالإضافة إن كل الالتهابات بتختفي من الجسم، لأن الوسط القلوي بيمنع الالتهاب والأمراض. إيه رأيكم؟ تيجوا نرجع نستخدم الفخار في حياتنا؟ قولوا لي رأيكم.